تعد هذه الخطوة صراحة كانتشال لواقع الرياضة في البصرة ككل ولإظهار هذه المهرجانات إلى حيث الوجود، لأن الشباب اليوم يحتاج إلى من يستقطب طاقاته وإلى من يستنهض هذه الطاقات من أجل الوصول بهم إلى الحد الطموح. ثم أنه نجد أن الكثير من الشباب يتجهون إلى اتجاهات مختلفة، لكنه في حال احتضان التربية واحتضان الحكومة المحلية واحتضان الدولة بصورة عامة لهؤلاء الشباب. هذه التجربة هي تجربة أولى حقيقة، كان مقترح من قبل السيد مدير قسم تربية الشرق العرب الأستاذ عبد الودود بملاحظة أن القضاء يحتاج إلى مثل هكذا فعاليات، ولله الحمد المشرفين على الرياضة في قضاء شرق العرب تمكنوا وبجهود حثيثة حقيقة وبالتنظيم مع مدرسين ومدراء مدارس أتاحوا الفرصة لمدرسين الرياضة لهكذا تجمع، ولله الحمد اليوم تعرفون كانت أجواء يعني تبشر بخير، أجواء ممطرة وإحنا المطر الحمد لله وشكر الله نتفائل به، مطر خير إن شاء الله نزل في المركز الأول بالركب الساحة والميدان غلبت عليهم وقدرت أحصل المركز الأول. قام قسم تربية شرق العرب هذا اليوم ركضة الضاحية التي سميت ركضة قادة النصر، وهذه الركضة أبرزت مواهب كثيرة في مدارسنا، أحدهم من مواليد 2008 اللي هو من قضاء شط العرب من مدرسة البركات حصل على المركز الأول. الحمد لله كان دورنا الإعدادية نفسها بتقديم الورود وتقديم الحلويات للضيوف واستقبالهم الحمد لله وشكر، وأيضا شاركنا بفعالية وأيضا شاركت طالبة عندي حوراء بالقصيدة.